أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد قال أن بلاده حريصة على استمرار فتح معبر رفح مع قطاع غزة، وأكد أن المعبر لم يغلق نهائيا. السيسي شدد على أن مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام في المنطقة وعلى عدم إشعال الحرائق. نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم. ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامد فوق ترابها بتحية تقدير وإجلال، ونقول لهم إن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة. ميدانيا، نفذت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بقصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح جنوبية قطاع غزة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، بينما شن الطيران غارات على حي الزيتون جنوب شرق المدينة. في المقابل قال بيان للجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت مسلحين في خان يونس جنوبية القطاع، مشيرا إلى مواصلة العمليات العسكرية في شمال ووسط غزة. ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر، ومن رفح جنوب قطاع غزة الصحفي محمود عليان. أبدأ معك محمود، لأنه بين تصريحات البيت الأبيض بأنه من الصعوبة أن يكون في اتفاق قبل شهر رمضان المبارك، على الحديث أيضا عن يعني مدة شهرين لهذا لإيصال المساعدات بشكل بحري وتدفق المساعدات، ولكن تبقى غير كافية. إلى أي مدى يعني يؤثر ذلك أيضا على معنويات الغزاويين في هذه المرحلة؟ إلى حد كبير يؤثر عليهم طبعا، أولا على صعيد ابتعاد مؤشرات التوصل إلى اتفاق ما قبل شهر رمضان، هذا يصيبهم بخيبة أمل كبيرة، ولهذا اعتبارات متعددة، أهم هذه الاعتبارات أنها تقرب أكثر النوايا الإسرائيلية بدخول مدينة رفح مثلا والبدء بعملية عسكرية، وبالتالي سيصبح السؤال المعتاد لديهم ما هو مصيرنا الآن وإلى أين ستكون وجهتنا مع استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته على الأقل في منطقة خان يونس، وهذه هي المنطقة التي ستكون أول محطة عبور للفلسطينيين إلى أي منطقة يتم توجيههم إليها، سواء كان ذلك في محافظة خان يونس أو حتى في المحافظة الوسطى. الاعتبار الثاني له علاقة بأوضاعهم الإنسانية، يعني قبل لحظاتنا الآن من هذه الرسالة أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة فتاة وطفل رضيع، ليرتفع العدد إلى 25 هم حصيلة وفيات الجوع الشديد في محافظة شمال قطاع غزة، وبالتالي كل ساعة تمر وفق ما يقول الصليب الأحمر وفق ما تؤشر الأونروا في كل تصريحاتها تعني كارثة بالنسبة لسكان هذه المحافظات غزة وشمال القطاع. وإذن الأمر بالنسبة لهم يعني مرهون باتفاق قريب، ومرهون بأمل بالنسبة لهم يعني أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق وتجاوز العثرات. لكن ما يحصل الآن هو عمليا محاولة من حماس على الأقل لفرض شروط أكبر في هذه الجولة، وهي متعلقة بوقف إطلاق النار، لأنها ترى في هذه النقطة أنها تؤسس إلى كل النقاط الأخرى. من الناحية الإسرائيلية يمكن أن نقول بأن إسرائيل ما زالت تعرقل بعض أيضا التوصل إلى حلول في نقاط منها موضوع الإغاثات أو المساعدات. الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية يقول في أحد تصريحاته: نحن مستعدون لأن نفحص 44 شاحنة من المساعدات في ساعة واحدة. هذا عمليا يعني أن إسرائيل قادرة أن تدخل 500 شاحنة على مدار اليوم، وهو الرقم الذي كان يدخل إلى قطاع غزة، لكن هذا فعليا لا يحصل. حتى الطريق الذي تحدثوا عنه وقالوا بأنه سيعبر من كرم أبو سالم أو معبر كرم أبو سالم ضمن الأراضي الإسرائيلية وصولا إلى غزة، هذا لم ينجز، وبالتالي نجد أن هناك تدخل دولي الآن لمحاولة جسر هذه الهوة، إما على صعيد الإنزالات التي تخفف نوعا ما من حدة المجاعة في شمال قطاع غزة وتساعد في وضع أفق لذلك، أو على صعيد تقريب وجهات النظر في باقي الملفات الأخرى. وربما نعلم أيضا أن الولايات المتحدة لها مصلحة في هذا الاتفاق على الأقل من جانبين، وهناك جوانب طبعا متعددة. الجانب الأول له علاقة بألا تتأجج جبهات أخرى في المحيط، والجانب الآخر أن لديها رعاية هنا من ضمن المحتجزين لدى حركة حماس، تريد أن تصل إلى حل على عكس ما يسعى إليه نتنياهو كما يقال.
دعنا نذهب إلى سمير في القاهرة أيضا، وتأكيد الموقف المصري طبعا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معبر رفح وإبقائه طبعا يعني قيد يعني شغالا بطبيعة الحال في ظل هذه الضغوط التي يتعرض لها المعبر. يعني إشارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلماته الواضحة في ذكرى يوم الشهيد الذي وافق 9 مارس في مصر كانت فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان دخولها إلى كامل قطاع غزة ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانت واضحة. أول هذه الإشارات أن مصر لم تغلق المعبر يوما منذ أن اندلعت أحداث الأزمة في 7 أكتوبر. ثانيا أن إسرائيل هي التي كانت وما زالت تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. ثالثا أنه إزاء هذه العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لجأت مصر كما لجأت غيرها من الدول إلى إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على شمال قطاع غزة. رابعا أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها من أجل ضمان دخول دائم ومستدام إلى كامل قطاع غزة للمساعدات الإنسانية والإغاثية. هذه كانت إحدى المحاور التي يتحدث السيسي من خلالها لتأكيد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. ثاني المحاور هو أن مصر ستواصل مساعيها كذلك من أجل التوصل لاتفاق هدنة ووقف دائم لإطلاق النار. الغاية الأساسية والرئيسية لمصر هو وقف لإطلاق النار، وقف هذه الحرب، ولكن في إطار ما يستجد من تطورات على الأرض فهي تواصل مساعيها على الأقل لبلوغ اتفاق تهدئة قبل حلول شهر رمضان المبارك. هل اليوم أو غدا سيحمل تأكيدا لحدوث جولة جديدة من البحوثات الرامية لوقف إطلاق النار أو للهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة؟ حتى الآن ليس لدينا ما يؤكد أو ما ينفي ذلك، ولكن الموقف المصري الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري واضحا في هذا السياق هو تماما واضحا كما هو الحال في الرفض مصر للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شمالا أو جنوبا أو خارج قطاع غزة في اتجاه سيناء. شكرا سمير عمر مراسلنا في القاهرة، والصحفي محمود عليان من رفح جنوب قطاع غزة.